طيب احنا في عالم كرة القدم دائما نقول هذا الجمال من السحر الحلال، المهاجم الفذ عمر السومة يملك حاسة تهديفية أشبه بالسحر. عام 2015 كانت مرحلة التعارف بين السومة والكرة السعودية، أما عام 2017 أصبح السومة هو الأفضل في ملعبنا، سجل هدف رقم 100 وقدر يتربع على القمة. Dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. مئة هدف وأنت بأول عطائك وحماسك، سنتان ونصف كانت كافية لأن يصل عقيد الأهلي عمر السومة للمئوية الأولى في المسابقات السعودية. هذه محطة من محطاته التي حطم فيها الأرقام وكان فعالا بالصوت والصورة. لم يكن أحد يتصور أن يكون هذا الفتى القادم من بلد لا تاريخ كروي له، ولم يكن معروف كغيره، بل عرف بنفسه ووصل بأهدافه وحمل 3 ألقاب غالية أكدت علو كعبه. الآن دخل حسابات الأفضلية على مستوى تاريخ الأجانب، فبعد أن أصبح هداف الأجانب في دور المحترفين زاد من رصيده الكثير حتى وصل لقلوب عشاق الأهلي. ما أراد أن يحقق عمر السومة أتى بعد عمل وتعب واجتهاد وتضحية أوصلته لهكذا موقع. عمر السومة، عمر جول. فمنذ الموسم الأول له مع الفريق برهن على جودته وأنه سيكون مختلف في كل شيء. هذه المئوية التي أتت في بطولة لها تاريخ مع الأهلي يريد أن يكون فيها التاريخ. أهدافه أتت من كل الأشكال والطرق والفرق، فماذا بقي لم يفعله السومة؟ طيب عبد الله فلاتة، 100 هدف لعمر السومة مع النادي الأهلي من 2015 إلى تقريبا 2017، يعني أعتقد بأنه نجاح كبير لنجم عربي مع نادي سعودي. ما شاء الله تبارك الله، حقيقة السومة قاعد يحقق نجاحات مع النادي الأهلي، كان هو ضالة النادي الأهلي الصراحة بعد غياب بطولات 3 عقود من الزمان، أكثر من 30 سنة مع السومة حقق الأهلي بطولة الدوري. ترى السومة يعني ما هو أحرف من فيكتور ولا سيرجيو اللي لعبه مع النادي الأهلي، بس اللاعب ما شاء الله موفق، حقيقة موفق ولماح ويجيد التمركز، ما هو مهاري. يعني لما تعطي السومة الكورة لاعب بلاعب، ما هو اللاعب اللي بده يكون خارج للعادة، لكنه لاعب يعرف كيف يتمركز، لاعب لماح، لاعب يسدد، لاعب أبا أقول حاجة إنه يشتغل على نفسه. الكرات الثابتة هذه ما أول ما جاء ما كان كده، اتطور أصبح الآن خطير في الكرات الثابتة. هذا هو المطلوب من اللاعب المحترف، هذا اللاعب اللي حقق الإضافة. ممكن كمان نحن يعني معلش يعني عندنا المدافعين بشكل عام، ترى معلش مع احترامي مستوى الدفاعي متواضع، ولا لاعب أنت ممكن حفظته يكون وضعك معه أفضل، هذا لا يقلل إطلاقا من إمكانيات السومة كلاعب متمكن، كلاعب هداف، كلاعب ضال للنادي الأهلي. 100 هدف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء مو قليل. لما أقول مدافع المدافعين هذا يبان ترى في دوري أبطال آسيا ممكن يعني الصراحة، واتمنى أنه يكون العكس وسومة كمان يقدم نجومية أكثر في دوري أبطال آسيا، لأنه الصراحة لاعب مميز وهداف خطير وعنده حالة توفيق ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم محمد الشيخ، عمر السومة هو نموذج للاعب المحترف بقدراته بأخلاقه وبانضباطيته حتى على المستوى المهاري. الزميل عبد الله يتكلم يقول لا يملك المهارة
يبدو عبد الله يتكلم عن مهارة المراوغة ولا كل المهارات متمكن فيها، بل أرى أنه يتفوق على فيكتور سيموس ويتفوق على سيرجيو. ليه؟ لأنه يملك مهارة اللعب بالقدمين والتسجيل بالقدمين، يملك مهارة التسديد من كرات ثابتة بتميز مطلق وبالتسديد من كرات متحركة، يملك مهارة ضربات الرأس بحيث لا يمكن لا سيرجيو ولا فيكتور سيموس، يملك مهارة حتى التفاهم مع اللاعبين اللي يلعبون معاه في صناعة اللعب وفي تجهيز الكرة وفي التحرك مع المهاجمين. بعيد عن هذا كله هو النموذج للاعب الخلوق والانضباطي. أنا أتمنى بالفعل أن يستفاد من عمر سومة ليس فقط كونه نموذج داخل الملعب في تقديم هذه التجربة الرائعة بكل ما فيها للناشئة، يجب أن نستفيد منه. يعني سمعنا في فترة أنه محاولات لتجنيس عمر سومة اصطدمت أو ارتطمت بأنظمة الاتحاد الدولي باعتباره شارك في مباراة واحتياطي لم يشارك فيها. إن لم نستفيد فيه على مستوى تمثيل المنتخب، نستفيد منه ليس فقط داخل الملعب، أن يقدم هذه التجربة للناشئة.